يقول أخونا هل يجوز إغماض العينين في الصلاة؟ أما السبب في إغماض عيني هو أنني أزداد خشوعا أفيدوني جزاكم الله خيرا. ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكره إغماض العينين في الصلاة إلا لحاجة، إذا كان أمامه ما يشغله وأغمض عينيه من أجل أن لا ينشغل عن صلاته فلا بأس بذلك، أما إغماضهما من غير حاجة إنه مكروه في الصلاة. جزاكم الله خيرا.